يا هلا ومرحبا مشاهدين قناة زاكروس الفضائية. استطلاعنا اليوم راح يكون شنو تفضل أكثر، إنجاب الذكور أم الإناث داخل المجتمع؟ تعالوا نشوف آراء ووجهات نظر الناس في هذا الموضوع. شنو تفضلين أكثر، إنجاب الذكور أم الإناث؟ طبعاً الإناث، لأن هم يكونون حنونين بالبيت ويديرون بالهم على الأهل وأكثر حنية من الأولاد. يعني شباب ما بيهم حنية لو شنو؟ بيهم بلا شوية، بس البنات يكونون أكثر، يعني أكثر حرص. دائماً ما تشوف البيت بدون بنت بيت ما بينروح هالشكل. كم بنية بعائلتك؟ إحنا كثيرين، 3 بنات وعندي بنت اختي عندها بنتين، 2، يعني 5 بنات احنا. شنو تفضلين، انجاب الاناث اكثر ام الذكور؟ لا اكيد الاناث. ليش؟ حنونات عطوفات، يعني احنا النساء عطوفات وحنونات. يعني عائلتك كم بنيه بيها؟ احنا 5 بنات. لذلك تميلين للاناث اكثر؟ لا يعني مو لذلك، بس يعني هو الاناث دائما يكونون يعني احب الناس الحنونه الرحومه، فالبنية دائما تكون حنونة ورحومة وعطوفة بكل شيء. شنو تفضل أكثر، إنجاب الذكور أم الإناث؟ الذكور. ليش؟ أنا البنات ما أحبهن. ليش بتحبن؟ ما أحبهن، أحب الولد أكثر شيء. شنو تفضلين أكثر، إنجاب الذكور أم الإناث؟ لا طبعا اثنيناتهم، ما أفضل واحد على الآخر، بس يعني مهما تكون البنية حنينة طبعا اكثر حنيه من الولد الصغير. بس هو يعني انت لو تجي الحقيقه بالمجتمع، الاب يريد ولد والام تريد بنيه، هذا مجتمعنا واقع حال. الاب يريد سند له كبرته والام تريد سند لها بنتها. يعني هسه نفهم ان انت تنحازين للطرفين، للولد والبنات. اي طبعا انحاز للطرفين، انا ما انحاز لاحد ابد. يعني ولد وبنية صح؟ ولد وبنية اثنينهم احبهم نفس الشيء، ما فرق. شنو تفضل، انجاب الذكور ام الاناث؟ طبعا الذكور على مود يقومون الحياة، اي اما الاناث فهم الوسيله الثانيه لانجاز ورفع مستوى البشريه على مود تتكون الحياه او الاسر بصوره صحيحه. زين، فاذا هي موازنه ربانيه من قبل رب العالمين يوازن بها الاناث والذكور بخلق رب العالمين. فالحياه هي تكوين من الله. زين، فرب العالمين من شاء وكون الذكور والاناث على مود يخلق بها، يكون الحياة بصورة صحيحة متوازية متساوية وموازنة بنفس الوقت. فالحمد لله والشكر اثنيناتهم ماكو فرق بيناتهم. شنو تفضلين أكثر، إنجاب الذكور أم الإناث؟ ماكو فرق بيناتهم، كل إنسان هو شخصيته، هو يعرف يثبت وجوده. حضرتك كم بنية عندك؟ 4. الله يحفظهم. وهم تميزين بينهم بين الولد؟ Yeah.